اقول ايام مواقف الطفوله. مره وانا صغير في مدرسه هنا كنت في الرياض طبعا، جاء مرشد طلاب نشيط ما شاء الله عليه، قال بنسوي مسابقه للطلاب، مسابقه الابن البار. فكره المسابقه وش؟ كل واحد يجيب رساله من امه مكتوب فيها صفات ولده وانه مطيعني وزي كذا، احنا نختار افضل رساله وياخذ جائزه الابن البار. المدرسه عددها كبير عرفت يعني، يوم على المسابقه بالنسبه لي انا ما تهمني، في الاخير انا ما عندي احد يكتب لي ولا شيء، كذا كان في بالي يعني. فكنت وقتها حزين اني ما اقدر اشارك اخوياي، وودي لو اشاركهم يعني. فرجعت للدار وانا متضايق شوي، شافتني احد الخصائيات اللي امي مال عبد الرحمن، فقالت لي ايش فيك محمد؟ الله انا حبيناها. اي والله قالت ايش فيك محمد؟ قلت والله السالفه كذا وكذا وكذا. عييت في البدايه اتعلمها ثم علمتها. المهم يوم علمتها بالسالفه قالت ليش؟ انا امك، انا اكتب لك وانا اعرف. تقوم تكتب لي، ما شاء الله هي كاتبه يعني ما شاء الله، فقامت كتبت ذا وقالت لي، سكرت الورقه وحطتها بظرف، قالت خلاص بس سلمها المرشد. فسلمتها المرشد، يوم جاء بعد اسبوع يعلنون قالوا حصل على جائزه الابن البار محمد عبد الواحد. فكانت جميله، حتى اخويا استغرب، ذا يتيم كيف اخذ الجائزه؟ احنا صغار ما يقدرونهم بعض الاشياء. فاخذت جائزه الابن البار، كانت من افضل المواقف اللي صنعت ذاتي ونفسي اني قادر، وبالعكس وما في شيء. الله اكبر. انا على طاري المدارس هذه والله.